مزيد من الانتظار. الحكومة المغربية مرة أخرى تؤجل مصادقتها على مشروع قانون يجيز زراعة القنب الهندي واستخدامه. مشروع قانون طال انتظاره يتيح استخدام النبتة كمصدر للعلاج لا للترفيه. مسطرة تشريعية أطلقتها الحكومة أخيرا، سبقتها بسنوات أصوات حزبية نادت بتقنين زراعة هذه النبتة. كنا من الأوائل اللي تكلمنا على هذا الموضوع، وليس كموضوع انتخابوي أو سياسوي، بل كإشكالية اجتماعية كيتبين بأن حتى الحكومة غادا في هذا الرأي، وهذا إيجابي جدا. ولهذا خص يكون واحد نقاش هادئ وما يدخلش فيما هو انتخابي وسياسوي. وإن بدا شبه إجماع على هذا المشروع بين الحكومة ومعارضها، فالزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية في المغرب عارض النص بشدة، مهددا بالانسحاب من الحزب إذا ما صوت برلمانيوه لصالح القانون. بين مشروع الحكومة ومقترحات الأحزاب، بين منتقد ومدافع، تصوب الأنظار إلى البرلمان، المؤسسة التي ينتظر أن تشهد سجالا حادا لدى إحالة القانون عليها بعد مصادقة الحكومة عليه. تنهي هذه الخطوة الحكومية سنوات من الجدل السياسي والمجتمعي حول تقنين استعمال وزراعة نبتة القنب الهندي، وتفتح الباب أمام الخبراء والبيولوجيين لإجراء المزيد من الأبحاث حول استخدامات هذه النبتة الطبية والصناعية. مع السياسيين يصطف البيولوجيون إلى جانب الراغبين في تقنين زراعة هذه النبتة، ويدعمون آراءهم بمزاياها الطبية. نستخدموا بعض المستخلصات اللي هي نافعنا باش نعالجوا بعض الأمراض، كذلك أن احنا نقدروا نخدموا بها في بعض إنتاج بعض مواد تجميل. لم تكن زراعة النبتة وليدة اليوم في المغرب، بل تعود إلى أكثر من 100 سنة. دأب فيها فلاحون على زراعة مساحة تفوق 40,000 هكتار، ومن عائداتها يعيلون أسرهم وأطفالهم. نصر رضوان العربي، الرباط.